يعني شي درت شي 50 مليون ديال السلعه ديالي مشات. تبقى يخطيو في الله وكل شيء يجد عليك زنويه يجد عليك سيف. هو ما دايرش داك الشيء خضره وقرعه، هو داير هذاك الشيء هي تغطيه وتبيع المخدرات، تبيع الحشيش، تبيع القرقوبي، يبيع الشراب، يكريسي. ندفعوا للشكايات حين ما نمشيو للعمالة، حين ما نقولوا لهم، حين ما نمشيو للبلديات، حتى واحد ما تيسمع لنا، حتى واحد ما تيعطينا وقت، حتى واحد ما تيقول. نجيو حتى الصباح نطلقوا الصلاة. تحرق كل شيء سبحان الله العظيم الا كتاب الله. تحرق كل شيء، تحرق كل شيء. تحرق كل شيء الا هذا المصحف اللي يبقى. إذن متابعينا الأعزاء السلام عليكم. إحنا جينا في زيارة تفقدية للمكان اللي شعلت فيه العافية في مدينة مكناس البرج مولاي عمر، وإحنا خلال الزيارة لقينا واحد بحال دار فيها ثلاثة طبقات، كان محل تجاري ديال هذا السيد اللي هو أمامي اللي كان عنده أضرار كثيرة. إذن غنعرفوا تفاصيل أكثر مع السيد. إذن السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا على صوت العدالة. ضررت أخويا هنايا شي ضررت شي 50 مليون ديال السلعة ديالي مشات. قول لك أنت كدير الملابس المستعملة. ملابس مستعملة وجديدة ديال وجديدة تجي من الخارج عاوتاني سولت أنا نجيبوها جديدة. 50 نعم. مليون ديال السلعة كلها مشات لي. مشى المحل كامل. مشى المحل كامل مشى لي، ما بقى لي حتى حاجة، ما خرجت منه حتى شي حاجة. وشكون الأضرار ديالنا؟ الأضرار ديالنا هذا هما البياعين المتجولين هما اللي سببوا لنا في هذه المشاكل، شادين على ميكات، شادين على كوردات، شادين على كل شيء. سهلت شعل العافية. اما يكون انا علاش غنضر انا؟ تنخلص قوانين، نخلص ضرائب، نخلص كل شيء، علاش انا غادي تضيع لي السلعه ديالي؟ علاش غتضيع لي؟ تنخلص قوانين، نخلص ضرائب. انا الحاجه وحده هي اللي ما سوريتش السلعه ديالي، ما مسوريتش حتى شي حاجه، صافي ما طاحتليش في البال، والحانوت ديالي محفظه وملكه، تنخلص قوانين، نخلص ضرائب. ومني تيحط شي واحد قدامي ولا شي حاجه تيقول لك، تنقول له حيد من قدامي، تيقول لي واش اختي وفي الله وكل شيء يجد عليك زنويه، يجد عليك سيف، واش انت تتكل على الله، عندك وليداتك، عندك كل شيء، وما كاينش اللي غيقبل لك المحل التجاري ديالك، واش تقاتل معاه ولا تمشي للمحكمات ولا تمشي للحبس ولا تمشي شي حاجه؟ تمشي عند مجلس البلدي ولا البلديات ولا شي حاجه، تقول له السيد راه حط قدامي، تيقول لي ما عندي ما ندير لك، اش غندير لك؟ الضوء انا الوحيد هنا في هذا الاتجاه كامل ما شادش الضوء من الشارع، هما كل شيء، واش عباد الله الضوء شادين الضوء من الشارع، والمخزن تيدوز وكل شيء ديال السلطة كلها تعرفت، وكابل خيط ديال الباف شادين منه الضوء من البوست. هذا ما يسمى فوضى أمام أعين السلطة. أي السلطة؟ واش كل رئيسة داير فيها جوج كيلو جوج صندوق مطيشة ديال أربعة البولات، ويبقاو شاعلين ليل ونهار، ليل ونهار شاعلين. الناس في الشارع دارت الداري ودار كل شيء، تينعس تما، تما تيسكر، تما تيشرب، تما تيتحشش، تما تيبيع ويشري. كاين اللي داير الخضره وتيدير الخضره وداير الخضره وداير مطيشه وداير القرعه، وهو ما دايرش داك الشيء خضره وقرعه، هو داير هذاك الشيء هي تغطيه وتيبيع المخدرات، تيبيع الحشيش، تيبيع القرقوبي، يبيع الشراب، يكريسي، كل شيء عنده تما. تجي مرات تقدا عنده مطيشه وبصره، هي تتقاد دير شي طريقه ولا شي من تما وتيري بحالك. تيخطي فيها هو ما عندوش الغرض داك الجهه، هو غير مضرك على قضية السلطة، وزيدين السلطة عارفة كل شيء، وهما سامحين في داك الشيء هكذاك. ملي تمشي عند المسؤولين تنقول لهم الله يجزيكم بخير، هاد الناس ها شنو داروا لنا، شنو دارنا، تيقول لي ما عندي ما ندير لك اخويا. شكون اللي غيدير لكم؟ ما نعرف شكون اللي غيدير لنا، عينا ما ندفعوش. ما يمكنش السلطة تهرب من المسألة ديال الدور ديالها. عينا ما ندفعوا للشكايات، عينا ما نمشيو للعمالة، عينا ما نقولوا لهم، عينا ما نمشيو للبلديات، حتى واحد ما تيسمع لنا، حتى واحد ما تيعطينا وقت، حتى واحد ما تيقول لك، حتى واحد كلهم سامحين فينا. واخا ولا نعم. دابا انت كرساله اللي تبغي توجه لهاد المسؤولين اللي غيشوفونا، شنو تبغي تقول لهم انت كبائع اللي كتبيع بالقانون ديالك؟ انا تنقول لهم يشوفوا لنا حل، هاد اللي في الشريع العمومي، في الشريع ديال العمومي يشوفوا لهم حل، يهزوه من هنايا. لحقاش حنا اشنو هو دابا؟ اشنو هو الدور ديالي؟ اشنو هو؟ شكون اللي غيعوضني دابا 50 مليون ديال السلعه؟ شكون اللي يعاود لنا؟ تنخلص قوانين وعندي عندي المحل ديالي، تنخلص ضرائب، تنخلص كل شيء، شكون اللي غادي يعاودني دابا 50 مليون؟ والاصلاحات كله الياجور داب، الحجر داب، اش غنصلح؟ واش غنعمر؟ ما عنديش راس المال، انا بيع وشري، ما عنديش الفلوس في البنك خابعه، انا تجيني الساعه من برا تنشري تنجيب تيعطيوني تنعاود نصيفط لهم نعاود، ما عنديش انا الا بغيت ناكل تنبيع بياسه، ملي تنصيفط لهم الفلوس تنبيع بياسه وتنمشي نمشي نصرفها نمشي ناكلها. سهل الحساب ديال الكريدي قلت لي مشى الكريدي 10 المليون ديال الكريدي كلها مشات لي، 10 المليون ديال الكريدي، وهي الناس اللي مساهمين معايا من برا تيعطيوني السلعه وكل شيء، ما عنديش راس المال صحيح ولا شي حاجه، يلاه عندي هذا الموحد هذا هو اللي تنترزق فيه يلاه صافي، هو اللي تناكل فيه طريف الخبز مقابل الاسره ديال الاولاد، عندي خمسه ديال الوليدات، سبعه ديال الوليدات عندي، ومقابلهم وكلهم نشربهم تنخلص القوانين ديالي كلها. اشنو نبي انا في هذا الشيء؟ هاد المستفيدين، هاد المجلس البلدي هما اللي دايرين هذا الشيء كامل، والبيع المتزوينين يشوفوا لهم حل يحيدوا من حدانا. نعم، اذا هذا هو الوقت المناسب باش انهم
يضربوا بيد من حديد على كل من انه كيحاول يتغاضى ولا يتطالع على القانون. القانون يطبق على الجميع، واحتلال الملك العمومي ظاهره غير مرغوب فيها، غير مرغوب فيها على حكايه كل شيء. هنا مستغلين الملك العموم كامل. واش بنادم ما تلقاش منين يدوز المراه، المراه تتلاصق مع الراجل والمراه تلاصق مع الراجل، وما غاديين دايرين هكذا الشارع فيه 12 متر ولا 14 متر وخلي المتر منين يدوزوا الناس. لا لا يعقل. منين تقول له الله يجزيك بخير هذا الصندوق حيدو من هذوك الريس حانوت كليه. نعم نعم. تيخطوه في الله وفي الدين وفي المله. ملي تيشوفك انت مبلي لا بشراب لا بحشيش لا بزينه لا بلا حتى شي حاجه كيكرهوك تيكرهوك ما تيبغيوكش، خصك انت تكون معاهم وتكون انت جبت سيف انت تقتل شي واحد ولا ضرب شي واحد عاد تيعطيوك الثقه. حنا ماشي من داكش، حنا التربيه واحد التربيه حسنه ربنا والدينا. تنمشيو خدمتنا تنمشيو عند وليداتنا، ملي تنجيو الصباح عاوتاني تنجيو للمحل صافي هذه هي خدمتنا. ما تنجلسو في القهاوي ما تنمشيو للبيران ما تنمشيو تمشيو وليداتنا ونمشيو نصليو صلاتنا ونمشيو لدارنا نعزو. ونجي واحد ثاني الصباح نضرب في الله. تحرق كل شيء سبحان الله العظيم الا كتاب الله. تحرق كل شيء تحرق كل شيء الله العظيم. تحرق كل شيء الا هذا المصحف اللي بقى. هذا المصحف كتاب الله بقى. سبحان الله العظيم. كل شيء كتاب الله هو كتاب الله. لا المصحف ما تحرقش. سبحان الله. انت تحرق كل شيء. تحرق كل شيء كل شيء تسول. كتاب الله ما كتاب الله ما تحرقش. لا لا. اذا اعطينا رساله اخيره اللي تبغي توجه باختصار. رساله الاخرى هي البيع المتزولين ما يبقاوش معنا هنايا. يشوفوا لهم حل مزيت بلدي، يشوفوا لهم فين يكونوا لحقاش، وتنصروا جليل الملك تنصروا وتنصروا تنصروا الحموشي وتنصروهم كاملين. هاد الناس يحيدوا من هنايا ما يبقاوش هنايا، والسلطه كلها تنصروها كامله. حنا ماشي ضد هاد المواطنين دابا اللي تيفرجوا هنايا اللي في الشارع، يشوفوا لهم حل لحقاش هما السبب ديالنا، هما اللي حقونا هنا. وتنقولوا الله يجعل ربي يهديهم حتى هاد المسؤولين يديروا الخدمه ديالهم كي تخلصوا من الواجبات من الدوله ويتخلصوا حتى هما ويديو من فلوس الشعب ديالنا ومن فلوس الشعب ديالي وديالك انت وديال الاخر حتى هما يديروا الخدمه ديالهم. ما يبقاوش يتراكنوا ويمشيو للقهاوي ويمشيو حتى هما يديروا اليد في اليد حتى هما ويقولوا هاد الناس هما مضيعينهم وتيخلصوا قوانين وضرائبات. ما يبقاوش جالسين هنا في الشوارع سادين عنا الطريق. الكليان ما تيبغوش يجيو عندنا، ما تيبغوش يدخلوا عندنا. السيده دخلت عندنا، واحد السيده هي في حمريه بلا ما نقول لك سميتها، لاباس عليها تجي تهضر في التليفون فين كاين انت عندك المحل فين كان حتى ندير فيديوهات. حيدوا لها البورتابل تيسوى 10000 درهم، حيدوا لها النيده وهرب لجهه حمام كريشه. قالت لي ما نعاودش نجي عندك هنايا. لا لا ما نعاودش نجي عندك هنا. قالت لي ما نعاودش نجي عندك. بزاف ما يتقال ولكن ربي اللي عن بيا. نعم. اذا الرساله كانت واضحه جدا من واحد من الاشخاص المضرورين اللي كان كيبيع ويشري على راسو، مخلص الضرائب ديالو، داير الواجبات، انا الاول باش دير خدمتها، وضرب بيد لكل اللي بغى يتطاول او لا يختل القوانين. القانون واضح، احتلال الملك العمومي ظاهره غير مرغوب فيها وغير قانونيه. كنتمنى من الله هذه تكون وحده اللي غادي تفيقهم من قلبها كما تنقولوا حنا، ويحيدوا علينا احتلال الملك العمومي. والناس اللي كانوا هنا مده طويله ما عندي ما نقول، خصهم يديروا لهم حلول، لان الفوط منهم هما، الغلط منهم. ما غاديش نجي انا نقول لهم حيدوه بين ليله وضحاها. خاص يتدخلوا ويضربوا بيد من حديد كل من حاول انه يتجاوز القوانين كيف سبق لي وقلت. وهذه فرصه للسلطات انهم احتلال الملك العمومي ظاهره يحاربوها، خاصه تحارب لانها ولات كانها عدو لنا، خصنا نحاربوها. القهاوي كيخرجوا، انتم كتشوفوا واحد في السلطه حاط كما قلتي تم غير داز قيصلو غير شي حاجه، كتولي انت اللي فوتي يقدر يبغي يدابز معاك ويجبد عليك سلاح ابيض وزد الى ذلك. اذا السيد قال كل شيء، ما خلى لينا نقول الا لا اله الا الله محمد رسول الله. راجين من الله عز وجل ان السلطات تدخل ان شاء الله في القريب العاجل. وكان معكم ربيع دحاني.